امبارح سألنا سؤال مهم قوي، يا ترى لو انا عندي حول في العين الشمال اقدر اعمل حول في العين اليمين، خصوصا لو كانت العين اليمين كمان هي النظر فيها كويس؟ اقدر، لان الحول ما هو الا علاقه بين العينتين، يعني العينتين بيتحركوا مع بعض، فلو بعمل حاجه هنا بتسمع الناحيه الثانيه. انا دايما اشبهها زي الميزان، زي الميزان، الميزان لو اشتغلت هنا الناحيه الثانيه هتتاثر لو زودت هنا، ولو انا خفيت من هنا الناحيتين هيتظبطوا، ولو انا زودت وقللت كله. فانت في الميزان تقدر تظبط الوزنيه من خلال الكفه الشمال، من خلال الكفه اليمين، او من خلال الكفتين. نفس الحكايه بالنسبه للحول، انا اقدر اظبط الحول بتاعي يا اما من العين الشمال لو كان فيها الحيه الحول، او من العين اليمين لو ما كانش فيها الحول، او من العينتين. ده بيتوقف في الأساس على قرار الجراح وخبرته، هو بيقول والله فين واحدة أحسن، فين تانية أحسن، أو في العينتين. فالحول ملوش علاقة بأنهي عين اللي فيها المشكلة، لكن ليه علاقة بشكل العلاقة اللي بين العينتين. اتخاذ القرار بيتوقف على العلاقة بين العينتين. فالحول في عين واحدة مش معناته أنا لازم أعمل حول في العين دي، لا، أنا أقدر أعمله في العين التانية أو أعمله في العينتين، وبالتالي القرار مفتوح وأقدر أعمل في أي عين من العينتين، مش في عين واحدة بس.